ذكر لي هذه القصة مناسبة. جاء لعنده طالب ما بيعرفه، قال له أنا من تلاميذك، أي أهلا وسهلا. قال له أنا لا في عندي رأس مال، ولا في عندي وظيفة مرموقة، ولا عندي بيت، وعمري 23 سنة، وما في أمل الزواج لخمسين سنة قادمة، ما في أمل إنه شو ساوي؟ قال له اتق الله. قال له هي وين تنصرف؟ طبعا يستهزئ. قال لي أبي هذا اللي عندي، اتقي الله وشوف. هذا راح بعد ما وقف الموقف غير المؤدب من شيخه، فكر اتقي الله. كيف؟ هو موظف بشركة، اعتبر المحل التجاري له، كان زبون يهربه، ما عنا، ما بده يقوم من محله، إذا المعلم مو هون ما يرد على حدا. قام اعتبر المحل له، داوم حد دقيقة، كل ما أجى زبون يعتني فيه كثير، يقنعه. لاحظ صاحب المحل وضع مو طبيعي الآن، الغلبة كترانة ودوامه جيد، إذا راح يصلي بالجامع يغيب 8 دقائق فقط، يصلي السنة وفرض يرجع نفسه، ما يتم ساعتين. هذا تابعه صاحب المحل أكثر من سنة أبداً، يتقي الله. عنده بنت صاحب المحل، بنت رائعة جداً، شافوا أنسب واحد لها، فعمل معه تمثيلية، أخذ له بيت بكفرسوسة بأرقى البيوت. قال له عمو أنا بدي أشوف أخذ رأيك بالسيراميك. أخذوا على المحلات، نقي سيراميك، نقي لي أنت، قالوا مو عرفان الشاب. بعد ما انكسر البيت قالوا هذا البيت لك، أنا اخترتك زوج لبنتي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله الذي لا إله إلا هو، عندي يقين والله زوال الكون يزول، فالآية محققة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أخواننا الكرام، حديث يقول عليه الصلاة والسلام، أردف خلفه معاذ، قال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال أن يعبدوه. قال يا معاذ ما حق العباد على الله؟ ثم سؤال، قال له الله ورسوله أعلم. سألوا مرة ثانية ومرة ثالثة، ثم قال له حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. اسمعوا أيها الشباب، الله عز وجل أنشأ لكم حقا عليه، أنشأ لكم حقا عليه بالجامع الصغير، افتحوه على قسم حق، حق الوالد على ولده، حق المولود على والده، حق الزوج على زوجة، الزوج على زوجة، الحديث طويل. أما في حديث تقرأه يقشعر جلده، حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. أسامعون أيها الشباب، حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. أيها الإخوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. آخر شيء أقوله في هذا اللقاء الطيب، لأنني لعل بعض الأسئلة تحتاجون إليها، أبقي لكم بعض الوقت. آخر شيء، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأسأل الله أن يهب كل واحد منكم غير متزوج زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، وتطيعه إن أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها. شكرا جزيلا لمشاهدتكم لهذا الفيديو، نأمل أنكم استمتعتم واستفدتم من المحتوى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، فهذا يساعدنا كثيرا، وأيضا تأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة فور نشرها. كما نرحب دائما بتعليقاتكم واقتراحاتكم، فنحن نحب أن شكرا جزيلا لمشاهدتكم لهذا الفيديو، نأمل أنكم استمتعتم واستفدتم من المحتوى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، فهذا يساعدنا كثيرا، وأيضا تأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة فور نشرها. كما نرحب دائما بتعليقاتكم واقتراحاتكم، فنحن نحب أن إذا أعجبك المحتوى لا تنسى الضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد، ووضع إعجاب لدعمنا في تقديم المزيد من الفيديوهات المفيدة.